أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الحوار. قبل أيام تسبب تصريح لشركة الملابس السويدية H&M بشأن إيقاف شراء قطن شينجيانغ في استياء شديد بين المستهلكين الصينيين، كما اقترحت بعض الشركات من بينها نايك وأديداس مقاطعة قطن شينجيانغ بحجة ادعاءات كاذبة بوجود ما يسمى العمل القصري وتمييز ضد الأقليات في شينجيانغ. ورد الكثير من الصينيين بمقاطعة منتجات تلك الماركات. إذا ما هي حقيقة الأمر؟ مشاهدينا نبدأ الحوار بعد الفاصل. مشاهدينا يسعدنا أن نستضيف اليوم السيدة تان هوم خبير في الشؤون الدولية. أهلا وسهلا بكم. وأيضا السيدة تو شاولون صحفي في وكالة شينخوا للأنباء. مرحبا بكم. أهلا. سنبدأ مع أستاذ تان. أستاذ تان، كما ذكرت في المقدمة، قد بدأ الصينيون مقاطعة منتجات مثل H&M ونايك وأديداس تعبيرا لدعمهم لشينجيانغ، حتى يلغي بعض النجوم تعاقدهم مع تلك الماركات. فكيف تنظرون إلى الردود الصينية هذه؟ في نظري كلما تفضلتم، في الحقيقة ردود الفعل الطبيعية لجماهير المستهلكين الصينيين مثل ما قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونغين، يعني هي قالت إن ها هنا السوق الصيني، فلسنا بحاجة أبدا إلى فرض ما يسمى بالعمل القصري. ولكن الشيء الوحيد، الشيء المؤكد، هو أن كل أبناء الشعب الصيني في الوقت الحاضر لن يسمحوا لأي أجنبي من الأجانب أن يأكلوا طعام تقدم له الصين ويكسروا السلطانية الصينية لطعام. إذن في الوقت الحاضر هناك مناقشة في نطاق واسع فيما بين مستهلكين صينيين حول ما حدث في أيام الأخيرة. ويعني تعجبني انتقادات وتعليقات لبعض المستهلكين الصينيين، وقال أحدهم أنه يعني بعد حادثة H&M جعلته يشعر يعني يلمس بيده القوة التجمعية القوية والمشاعر الوطنية العظيمة للشعب الصيني. إذن هو يعتقد أن يعني تأثر كثير من الناس بهذه الروح الوحدوية التضامنية. وأيضا يقول يعني بعد هذه التجربة يجب على H&M وأمثاله من الماركات التجارية المشهورة الأخرى أن تفهم أن الصين دولة عظيمة، فلا يمكن لأي دولة من البلدان أن تلطخها كما تريد. وأيضا أنا أوافق على كلام المستهلكين الآخرين، فيقولون أن H&M مثل ما قالت تعليقات للتلفزيون المركزي، فإنها يعني إنها تأكل طعام صيني ويعني تربح مثلا أرباح الباهظة في السوق الصينية، لكنها يعني بدلا من أن ترد الجميل للصين تعض الصين بأسنانها. إذن وهذه هي حقيقة، يعني مثل ما قرأنا من القصة القديمة فيما بين فلاحة وأفعى. إذن وفعلا يعني هذه القصة. نعم أستاذ، يعني هل يعني بدأتم مقاطعة منتجات H&M؟ على ما أعتقد طبعا، يعني ممكن نقول أن هذه المنتجات منتشرة في كل مجتمع صيني، إذا بين كل فئات يعني فئات العمر. يعني في فئتي يعني لست مثلا لست من هواة لجمع هذه المنتجات من ماركات التجارية المشهورة، لكن لي بعض مثلا حذاء والملابس. إذا مش خصوصا أشتري هذه يعني المنتجات من ماركات التجارية المشهورة، لكن لا يمكن أن أقول مثلا يعني هذه المنتجات غير منتشرة. في الحقيقة هي منتشرة في المجتمع ذلك. أتت مقاطعة H&M يعني بإدعاءات مثل وجود العمل القصري وتمييز ضد الأقليات، ومنذ فترة طويلة هناك إدعاءات
غربية مماثلة مثل الإبادة العرقية والتعقيم القسري ضد أقلية الويغور، فما تعليقكم عليها؟ يبدو أن إيش عندهم شركة عظيمة جدا، هي يعني تدافع عن حقوق الإنسان والعدالة، ولكن المشكلة عندما مثلا نعرف في سنة يعني قبل أشهر كان هناك صوت مشهور جدا، العالم كله سمع ذلك، لا أستطيع التنفس، هذا صوت من الأمريكي الأسود فرويد من أسر أفريقي، هو قتل بعنف الشرطة الأمريكية في ذلك الوقت. طبعا هذا أيضا صوت من ملايين الأشخاص السود في أمريكا، ولكن في ذلك الوقت أين H&M؟ كانت صامتة، يعني صامتة تماما، ليس هي فقط بل عدد من هذه الشركات الغربية الأجنبية، أين أنتم؟ فكيف يعني نقول هذه الشركة تفعل لصيانة العدالة والمساواة والكرامة وحقوق الإنسان؟ هي فقط من الأدوات السياسية لدول الغربية لبلادهم فقط. لأن بالنسبة إلى هذه القضية المتعلقة بشينجيان، أين العمل القسري؟ هذا مستحيل، نحن في القرن 21، نحن في الصين، يعني في دولة منفتحة، في دولة شهدت تطورا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا سريعا، وشينجيان مفتوحة أيضا، أين عمل قسري؟ هناك من الضروري نستخدم الكلمة قسرية، أنا أظن هناك يعني شيء قسري، إرادة شخصية قسرية، هدفه السعي وراء السعادة، الناس يعملون لكسب الأموال لأن هناك فرص عمل متعددة، الناس هناك حرية لاختيار العمل، الناس يعملون حسب إرادتهم الشخصية، لأن مثلا بالنسبة إلى هذه المسألة أصحاب حقول القطن ليس لهم علاقة بالحكومة، لماذا الحكومة تجبر الآخرين للعمل لخدمة هؤلاء الأصحاب لحقول القطن؟ هذا غير معقول. إلا ذلك يعني أنا عندي لي قريب، هي قبل سنوات قريبة، هي قبل سنوات ذهبت من مقاطعتي في يعني في شاندون إلى شينجيان لقطف القطن لكسب الأموال مع الآخرين، لا يوجد أي طرف يجبرها على الذهاب إلى شينجيان لقطف القطن، هي فقط لكسب الأموال، هناك فرصة. في هذه السنوات هذه الأيام تحدثنا كثيرا عن مستوى المكننة في شينجيان لقطف القطن، ولكن في الحقيقة هذا ليس مهم، المكننة معززة أو منخفضة هذا ليس مهم، أهم شيء الحكومة لم تجبر على أي حد للعمل فقط. العمل يعني في دول الغربية وفي دول كثير دول في العالم هناك بطالة قسرية، هم لا يجدون فرص العمل، هم يعني عاطلين عن العمل، ولكن في شينجيان في الصين الأمر مختلف تماما، هناك عمل كثير، الناس يعملون لأسرتهم لعائلتهم، ما هو الخطأ؟ هذا يعني أمر طبيعي جدا، هذا لخدمتي لتحسين المعيشة، لأن الحكومة في أي دولة، الحكومة المركزية والحكومة المحلية لا تعيش أي فرد، يعني فرد له قدرة عمل، من الضروري كل شخص يعمل، هذا أمر طبيعي. أما بالنسبة إلى الإبادة العرقية، هذا يعني لا أساس لها، هذا القول غريب جدا، لأن على سبيل المثال في هذه السنوات عدد السكان في شينجيان ازداد بشكل مستمر، وعدد أهالي الويغور في شينجيان ازدادت بنسبة أكثر من 25% على أساس سنوي خلال 8 سنوات متتالية، يعني كل هذه الدلائل تدل على أن هناك نمو اقتصادي ونمو في المجال الاجتماعي في شينجيان، كافة الناس من كل القوميات العرقية في شينجيان استفادوا من هذه التطورات، فكل شيء يعني جيد جدا في الحقيقة، لا أعرف لماذا في هذه الأيام هناك مزاعم كثيرة
تتهم الصين بقتل أهالي الويغور بإجبار الآخرين عن العمل. هذا مستحيل. كل الأمور ليس في شينجيان فقط، كل يعني الأمور التي حدثت في شينجيان أيضا حدثت في الأماكن الأخرى في الصين. يعني التطورات السريعة، وطبعا هناك مشاكل مثلا الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتلوث البيئة. هذه المشاكل في كل أنحاء الصين موجودة، إلى ذلك هذه المشاكل نعم ليس بارزة في الصين بالمقارنة مع عدد كبير من الدول العالم. نحتاج إلى بذل جهود مستمرة لتحسين المعيشة في شينجيان في كل أرجاء الصين، ولكن لا يوجد تلك الأمور تماما في شينجيان. نعم أستاذ، قلتم قبل قليل تلك الشركات H&M نايك وأديداس هي يعني تأكل من الطعام الصيني، ولديها يعني حصة كبيرة في السوق من السوق الصينية، لديها مصالح اقتصادية كبيرة في الصين. ما الذي جعلها تقاطع القطن قطن شينجيان يعني على حساب مصالحها؟ في الحقيقة يعني نحن أيضا فعلا هناك بعض المستهلكين فعلا يتساءلون ويستغربون. مثلا أنت BCI يعني الجمعية التطوير القطن الأفضل، أنت هيئة تجارية غير حكومية، إذا خلاص يعني أنت ممكن تتاجر في السوق الصينية وتربح أرباحها ولو كان مثلا أرباح كثيرة أو قليلة، لكن أنت ممكن أن تبقى في مجالات التجارية. فما تخلك في مجالات السياسية وأنت فعلا مثلا يعني أيضا تروج، بدلا من أن تروج مثلا منتجاتك تروج ما يسمى بعمل القسري في منطقة الشينجيان، ما تخلك في هذا. إذن لكن أيضا إذا استرجعنا إلى تطورات للوضع الدولي في السنة الماضية، يمكن أن نعرف ما هو السر وراء كل ذلك. إذا نحن نعرف أن بعض الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة تتمسك بقضية حقوق الإنسان في منطقة شينجيان منذ فترة طويلة كذريعة للتدخل على الشؤون الداخلية في بلادنا. إذا وفي هذه المجالة طبعا هناك نفس الموقف ونفس المصالح المشتركة فيما بين الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية. وإذا في السنة الماضية إذا كان ترامب تقول تدعي بأن هناك عمل القسري في منطقة الشينجيان، ويعني بهذه الذريعة هي تفرض الحظر على استيراد القطن وفواكه وغيرهما من بضائع الأخرى من منطقة الشينجيان، وأيضا أجبرت الدول الأخرى على أن تتبعه لكي تنفذ سياسة المقاطعة. إذا وعلى ما أعتقد أن هذا يعني BCI فعلا يعني اتخذت هذا القرار في ذلك الوقت، أنا في أكتوبر السنة الماضية. إذا ولكن في الحقيقة أن يعني هذا الاختيار هو اختيار خطأ فعلا، يضر المصالح لبلادنا ويضر مصالحه أيضا. لكن يعني بعد تسييس هذه القضية إذا هم يعني ممكن لا يهتمون بتلك الخسائر، فإنهم لابد لهم أن يتبعوا ترامب. إذا هذا هو السبب الأساسي. يعني بعد تسييس هذا الأمر يعني أكيد سوف تلك الشركات سوف تخسر. طبعا أن التجارة يعني هل ستحصل على تعويضات مالية مقابل يعني التجارة الحرة لازم أن تبني على أساس احترام المتبادل. إذا مثلا نحن نوفر الظروف التجارية في بلادنا بكل ما نستطيع، إذا نوفر لهم ظروف التجارة جيدة، إذا هم فعلا BCI و HM يعني تربحوا أرباح الباهظة في السوق الصينية. إذا نحن نعرف أن سعر منتجاتهم أغلى بكثير من أسعار في 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 مثلا في أسواق الأوروبية أو في أسواق المناطق الأخرى. إذا مع ذلك نحن نوفر لهم ظروف لكي تبقى في السوق الصينية وتربحوا. وإذا لو لم يكن هناك مثلا إذا لم هناك يعني احترام متبادل، فما هي الضرورة لبقائها في السوق الصينية
وتستمر في ربح الأرباح الباهظة من الشعب الصيني. هذا مش معقول. نعم، لنسرح قليلا ثم نواصل الحديث بعد الفاصل، التي تناقش حقيقة حادث قطن شنجان. أستاذ جو، فرضت أمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا عقوبات على الصين مؤخرا. نعم. بسبب ما يسمى يعني انتهاك حقوق الإنسان في شنجان، في حين ردت الصين على الفور بفرض عقوبات على أفراد وكيانات غربية. كيف يعني تنظرون إلى ردود الأفعال هذه الصينية؟ أولا، هذه الدول الغربية فشلت في صنع المشاكل وزعزعة الاستقرار في منطقة هونغ كونغ الصينية، فهذه المرة عادت إلى منطقة شنجيانغ لمواصلة محاولاتهم لتدمير أو لعرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السليمة والسريعة في الصين. أنا أدون ردود فعل الحكومة الصينية ضرورية جدا، لأن هذا نسميه بمبدأ العين بالعين والصين بالصين، المعاملة بالمثل. نعم. لأن هذا الأمر في الحقيقة أظهر الخطرسة التقليدية للدول الغربية. هذه الدول تتجاهل الحقيقة فقط يعني بهدف عرقلة النمو السليم في الصين، لأن في حقوق الإنسان في شينجيانغ تعززت كثيرا، ليس في شينجيانغ فقط، في كل أنحاء الصين تعززت بشكل مستمر، بينما تفاقمت حقوق الإنسان في الولايات المتحدة. فلماذا الولايات المتحدة لا تنهمك أولا في تسوية المشاكل المحلية قبل إلقاء النظر على منطقة شنجيانغ الصينية؟ هذا غير معقول. طبعا ممكن نقول أمريكا يعني فقط تهتم بمصلحة الشعب منطقة شنجيانغ، هذا مقبول ممكن، ولكن يجب أن يجري كل شيء على أساس الحقيقة. لأن في كما قلت شنجيانغ شهدت تطورات سريعة. أنا زرت شنجيانغ عدة مرات، خاصة المناطق الأجزاء الجنوبية في شنجيانغ. كل مرة يعني عندما أزور شنجيانغ وجدت تحسنا ملحوظا، تغيرات إيجابية كبيرة جدا. هذا ليس في شنجيانغ فقط، بل في الأماكن الباقية في الصين. هذا يعني شنجيانغ أيضا استفادت من عملية التنمية السريعة في البلاد. فهذه الدول الغربية يعني هناك أهداف سياسية وراء هذه الاتهامات. فيعني ولكن ما يصير للأسف، أنا وجدت أن بعض الأصدقاء العرب، ربما بعض العرب يعني هذا عبارة مدبوطة جدا، يعني بعض العرب يقفون إلى جانب الإدارات الغربية الأوروبية والأمريكية، ولكن يبدو أنهم قد نسوا أن أمريكا وأوروبا صنعت مشاكل حتى أزمات إنسانية في منطقة الشرق الأوسط، مثلا في العراق وفي سوريا وفي ليبيا في ذلك الوقت. قلتم بعض العرب، عددهم قليل جدا يعني. قليل ولكن موجود. على سبيل المثال عندما ننشر أخبار حول تطور في الصين على حسابنا في فيسبوك، على سبيل المثال، دائما هناك بعض العرب: أنتم يقتلون الويغور في شنجيانغ. هذا يعني لا يوجد يعني أي دليل مباشر وحقيقي على ذلك. ربما هم يعملون للأجهزة الغربية، ربما لكسب الأموال، هذا يسمى عمل قسري لهم. ولكن يعني في الحقيقة النمو في شنجيانغ ملحوظ جدا. لو يعني أنا قلت سليمان، لو أنا قلت الأرض ليس كروية بل مسطحة، أنت تصدق أم لا هذا الكلام؟ لا أصدق. نعم، الآخرين لا يصدقون أيضا. ولكن لو هذا الكلام من أمريكا، بعض الناس يصدقون نعم الأرض ليس يعني كروية، ليس مدورة بل مسطحة، هذا يعني البعض يعني يظهر تبعية وأبدية للولايات المتحدة ولدول الأوروبية فيما يعني
الناس والألام المصنع من قبل هذه الدول. في الحقيقة يعني الشينجيان تحسنت مشاهدها في كافة المجالات. فأنا هذه المرة يعني أدعم المقاطعة المستهلكين المحليين للمنتجات الغربية والأوروبية. في السابق يعني قليلا أنا أدعم مثل هذه المقاطعات، ولكن هذه المرة من الضروري يعني نلجأ إلى المقاطعة، لأن هذه الشركات أولا هي تقاطع المنتجات الصينية أولا على أساس الأكاذيب، هذا غير مقبول، هذا متعلق بالكرامة الوطنية. فمن الضروري أنا أدعم هذه المقاطعة، ولكن أنا أصدق الأمر سيتحسن بشكل تدريجي، ولكن بشرط أن هذه الشركات الأجنبية تصحح الأخطاء أولا. نعم أستاذ، قبل قليل تحدثنا عن يعني أمريكا دائما تتدخل في شؤون هونغ كونغ أو شينجيانغ الصينية بحجة انتهاك حقوق الإنسان. أسألكم يعني هل فعلا أمريكا يعني تهتم بحقوق الإنسان للمسلمين؟ ابدا، مثل ما قال الاستاذ تو، اذا مثلا لو هناك يعني نحن نقول ان هناك تمييز عنصري من النظام الاجتماعي في امريكا، اذا هذا شيء معروف حتى يعني المواطنين الامريكان، واذا مثلا وابناء الشعوب الاخرى ايضا يرون هذه الحقيقه. اذا لكن في شينجيانغ حاله مختلفه جدا. إذا نحن نعرف أن شينجيانغ يعني تأسست منطقة ذاتية الحكم لقومية ويغور منذ 60 سنة تقريبا، مش كده؟ إذا وبعد تأسيس هذه المنطقة أصبحت منطقة شينجيانغ أكبر منطقة ذاتية الحكم القومية في بلادنا، وفعلا هي مترامية الأطراف، هي واسعة جدا، هي يمكن أن تبقى خلال 60 سنة. إذن في الحقيقة السبب الأساسي لبقائها هو صحة السياسة التي كانت تنفذها وتنفذها الآن يعني، وستنفذها أيضا الحكومة المركزية أو حكومة المحلية. إذن وهذه السياسة هي السياسة يعني بدون التمييز. إذا أن ممكن أقول أن أبناء شعب من كل أقليات القومية في المنطقة يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها أبناء شعب في مناطق الداخلية أو في بعض يعني جوانب ربما هم يتفوقون في هذه يعني في تلك الجوانب، مثلا التعليم. إذا كان عدد المدارس أو طبعا الآن عدد الجامعات والمعاهد في منطقة شينجيانغ ربما أقل بالمقارنة مع مقاطعات الداخلية الأخرى، لكن مثلا لطلاب من أبناء منطقة شينجيانغ يمكنهم أن يدرسوا في أفضل الجامعات في أفضل المعاهد في مناطق داخلية على حساب الحكومة. إذن الآن يعني لماذا مثلا أمريكا تختار شينجيانغ كنقطة الهجوم يعني كنقطة المهاجمة؟ لأنه تعتقد أن شينجيانغ هي منطقة مهمة جدا، وخاصة في تطوير اقتصاد صيني، ذلك لأننا يعني لأن الحكومة المركزية قد أطلقت مبادرة الحزام وطريق في يعني قبل 8 سنوات. وإذا في هذه المبادرة قد حدد حكومة منطقة شينجيانغ كمنطقة مهمة جدا لهذه المبادرة، حيث يمكن أن تلعب نقطة الوصل فيما بين الشرق والغرب. وإذا يعني إذا حققنا تقدما كثيرا في تنفيذ هذه المبادرة، وأن منطقة شينجيانغ يمكن أن تلعب الدور المرتقب يعني كما نرجو منه، إذا فإنها يمكن أن تتطور بسرعة، يمكن أن تكون مركز مش مركز في داخل البلاد، مركز الإقليم فيما بين الصين والدول الأخرى في كثير من المجالات، في مجالات النقل وفي مجالات اللوجستيك. نعم
محطة هامة في مبادرة الحزب في على طول حزام الطريق. إذا كان أمريكا يمكن أن تحقق نجاح في زعزعة الاستقرار داخل هذه المنطقة، فإنه يمكن أن يحقق هدفه الأكبر، اللي هو يعني تخريب مبادرة الحزام والطريق، ويمكن أن تعرقل تطور وتقدم بناء الاقتصاد الصيني. أستاذ جو، يعني كيف ترى تنمية شينجيانغ في خاصة في مجالات الأمن والاستقرار وحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان، خاصة دور مركز إعادة التأهيل والتدريب المهني؟ أهم جزء لحقوق الإنسان هو حق البقاء. في شينجيانغ يعني حقوق الإنسان أو حق البقاء تعزز بشكل مستمر، يعني الكل يعيش في ظروف آمنة جدا. كل مرة عندما أزور شينجيانغ أسأل المحليين هل يبدو أن الوضع يعني أكثر أمانة بالمقارنة مع الماضي؟ نعم، يعني الجواب دائما نعم. لأن في الحقيقة في التسعينيات من القرن الماضي كانت هناك أنشطة دموية كثيرة في شينجيانغ، يعني مثلا في الشوارع، في الحافلات العامة، المتطرفين والإرهابيين صنعوا كثيرا من هذه الحوادث في شينجيانغ. ولكن حتى في العقد الأول من هذا القرن هناك أيضا في بعض الأحيان أنشطة دموية إرهابية في المنطقة، ولكن منذ العقد الثاني في خاصة في هذه السنوات قد تعزز الوضع الأمني بشكل كبير في منطقة شينجيانغ. هذا فضل طبعا يعني بجهود الحكومة المحلية وبجهود الناس من كل القومية العرقية بما فيها قومية الويغور. الناس يحبون يعني الأمن والسلام. إلى ذلك يعني بالنسبة إلى التنمية في المجالات الأخرى خاصة في سوق العمل، نعلم بشكل عام كل سنة الحكومة الصينية خلقت أكثر من 10 ملايين عمل جديد للناس في كل عموم البلاد وفي منطقة شينجيانغ أيضا. فمثلا في السنوات السابقة وسنويا تم زيادة أكثر من 1,700,000 عمل جديد للمزارعين المحليين ونحو 500,000 عمل جديد لسكان المدن والبلدات في منطقة شينجيانغ. فهذا كل هذه الأمور تجسد التطورات العملية والحقيقية في هذه المنطقة. لذلك استقرار منطقة شينجيانغ مفيد أيضا للدول المجاورة ولدول الشرق الأوسط أيضا، لأن قبل سنوات هناك أنباء تشير إلى أن عدد من المتطرفين من شينجيانغ ذهبوا يعني إلى دول الشرق الأوسط وانضموا إلى داعش إلى القاعدة. لو يعني نسمح بزيادة أو تعزز عدم الاستقرار في منطقة شينجيانغ، هل الشعب الشعوب من دول العالم سيستفيد من ذلك؟ هذا مستحيل. فأسين تعزز الأمن في شينجيانغ ليس لخدمة المصلحة الخاصة بل لخدمة مصالح الدول الأخرى أيضا. فهذا الأمر يعني مفيد لكل الدول المحبة للسلام وللأمن بالعالم. نعم، نعود إلى عنوان هذه الحلقة. نتمنى أن هذه الشركات ستعود إلى رشد ويعني تبتعد عن تسييس الأمور بأسرع وقت ممكن. وفي الختام أشكر السيدة جو شاولوم وأيضا السيدة تان هوم، شكرا جزيلا على مشاركتكما. شكرا. ومشاهدينا أشكركم أيضا على حسن المتابعة ونلتقي في حلقة قادمة.